قلت لكم معانا اكتر من خبر، ولكن خليني ابتدي معاكم بخبر الكاف. اتجاه في الكاف لتأجيل نصف نهائي ونهائي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية. كنا اتكلمنا برضو الحلقة اللي فاتت وقلنا ان المباريات هتتأجل، لا مش هتأجل، وكان معانا اخبار او تسريب لبعض الاخبار ان الكاف مش هيأجل مباريات. رجعت الاخبار تاني ان لا، في اخبار ان الكاف هيأجل المباريات. استقرت لجنة مسابقات الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على رفع توصية للجنة التنفيذية بشأن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية عشان تبقى في العشر أيام الأخيرة من أكتوبر. هيتخذ المكتب التنفيذي للكاف القرار النهائي خلال اجتماعه اللي هيكون بكرة عن طريق الفيديو. وبيقولوا من المتوقع انها تكون مباراة ذهاب نهائي او نصف النهائي يومين 17 و18 اكتوبر الشهر الجاي، والاياب هتكون 23 و24 اكتوبر، اما النهائي هتكون يوم 6 نوفمبر. طبعا كنا عارفين ان الاهلي والزمالك المفروض هيلعبوا الشهر ده، لانه هيلعبوا يوم 25 ويوم 26. وكان معايا خبر ان الرجاء والوداد عندهم مباراة يوم 24، وده اللي خلانا اتأكدنا او يعني من وسط الاجواء كده قرينا ان المباراة كده كده هتتأجل، لان استحالة يكونوا هم حاطين في البلان مباراة ويكون بشكل عشوائي. هنشوف. طبعا كل الخبراء والمحللين الفنيين بيقولوا الزمالك فايق والاهلي فايق، والافضل ان هم يلعبوا دلوقتي فنيا هم اعلى من الوداد والرجاء. اتمنى التوفيق باذن الله للفرق المصرية وأيضا في الكونفدرالية بيراميدز بإذن الله بنتمنى له التوفيق.